كان في كده من امبارح شويه انخفاض كده في درجات الحراره، لان من يوم الجمعه ليوم الاحد اول امبارح كان في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، فكنا بنحس ده جدا بالنهار وكنا بنحس ان الجو دافي، لكن من امبارح بدات يبقى في انخفاض في درجات الحراره وده مستمر معانا. فخليني اقول لحضراتكم كده توقعات خبراء الهيئه العامه للارصاد الجويه، حيث يصود طقس مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. دلوقتي هستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي العظمى فيها النهاردة الثلاث بتسجل 19، أما الصغرى 12، اسكندرية 18 13، الإسماعيلية أيضا 18 13، الغردقة 24 14، المنيا 19 8، سوهاج 23 9، وأسوان 25 12. يعني لازال طبعا هناك تباين كبير في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى، فخلي بالكم الجو يعني بيكون صقيع في الوقت ده، خصوصا مع لو سرعة الرياح كبيرة كمان بيكون إحساسنا بالبرودة بيزيد. طيب من عدد محافظات الجمهورية ننتقل مع حضراتكم لعدد من العواصم العربية والعالمية، والبداية أيضا كالمعتاد من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها النهاردة بتسجل 29، أما الصغرى 16، أبوظبي 24 6، أنقرة 4 5 تحت الصفر، لندن 13 9، واشنطن 7-1، باريس 12-11، وأخيرا بكين العظمى فيها 1، أما الصغرى 6 تحت الصفر. يعني دول العالم بره ما بتهزرش، يعني 6 تحت الصفر ده يمكن حاجة بسيطة، لكن في بعض الأماكن في الصين وكوريا الشمالية وأسيا وأوروبا بدرجات الحرارة يعني 40 تحت الصفر وحاجات كده، عواصف تلجية يعني قاسية جدا جدا، وده طبعا بسبب التغيرات المناخية الكبيرة. عشان كده دايما دايما بنحمد ربنا على شمس بلدنا وجوها الدافي بالأخص طبعا بالنهار. طيب